سماع حلاوه الموسم ونادي الدوري اللي شرفته لسنه وقريبين. انا قبل ما ان شاء الله بنساعده قبلها ب 50 يوم عشان نطبعه المنتج بتاعنا. بنبدا الاول بدخلنا اول الخامات بتاعتنا اللي هي مكونه من عسل وسكر وحمص وبداله. بعد كده بيبدا التصنيع، بعد كده بيبدا التصنيع، والحمد لله احنا بنعمله جميع الاصناف المطلوبه مننا، جميع الاصناف المطلوبه مننا من عرق شبان وعرق حمص وعرق سمسم وملبل قبل وملبل بعين الجمل وملبل المكسرات. وكل سنه وانتم طيبين ومستجدين.